يخوض الثنائي المصري الأهلي والزمالك مباراتين هامتين في مشوارهما القاري بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الأول ضيفاً على الهلال السوداني فيما يواجه الثاني ساغرادا بطل أنغولا. الأهلي حامل اللقب والساعي للحصول على اللقب الثالث توالياً والحادي عشر في تاريخه، ينزل ضيفاً على الهلال السوداني الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات في لقاء مؤجل بسبب مشاركة المارد الأحمر الناجحة في كأس العالم للأندية. مواجهة الأهلي والهلال التي تعد بمثابة ديربي عربي تاريخي دائماً ما تشهد متعة وإثارة كبيرة، خاصة في ظل الكوكبة الجديدة من اللاعبين في قائمة بطل مصر وممثل السودان، وهو المتوقع في مواجهة الجمعة، حيث يخوض المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بفوز عريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة. فيما يدخل الموج الأزرق اللقاء بحثاً عن تعويض الهزائم الأخيرة أمام حامل اللقب وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على حجز بطاقة التأهل في المجموعة الصعبة، خصوصاً بعد السقوط في الجولة الماضية أمام سان داونز بهدف دون رد. وفي المجموعة الرابعة يحل الزمالك ضيفاً على ساغرادا الأنغولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مباراة لا بديل فيها عن الفوز للفارس الأبيض إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور التالي، لا سيما بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بيترو أتلتيكو باستاد القاهرة بهدفين لمثلهما. الزمالك يخوض مباراته وسط ظروف صعبة بعد خسارته أمام سموحة في الدوري المصري، وهي الخسارة التي فتحت الباب أمام الجماهير للمطالبة برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي يسعى لمصالحة الجماهير البيضاء، إذ ستعني أي نتيجة غير الفوز توقف الديك الفرنسي عن الصياح مع الفارس الأبيض.